قبل ما نبداو، اذا كان كيعجبك المحتوى ديالنا فما تنساش انك تشترك في القناه ديالنا باش اننا نزيد نطلعوا في المحتوى، لان بزاف ديال الناس كيتفرجوا فينا وما دايرينش ابوني. هادشي اللي كنت نقول، ودعاء الدوله على بركه الله. اذا غدا الماتش ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب التنزاني، هذا فيديو كيجي قبل الماتش، غادي نشوفوا الامور اللي خصنا نردو منها البال انطلاقا من المباريات اللي كانوا تلعبوا في هذا الكان هذه، خصوصا المباريات اللي كنا هضرنا عليهم بحال مثلا مباراه الافتتاحيه، وكذلك المباراه ديال المنتخب المصري كانت مفاجاه ديال التعادل ديالها مع المنتخب الموزمبيقي. فما غاديش نطول عليكم في المقدمه بزاف، غادي نبداو في الفيديو ديالنا. فللتذكير بالسيناريو ديال غدا، غادي يكون عندنا المنتخب المستحوذ والمنتخب المغربي، اما الخصم ديالنا غادي يكون متراجع دفاعيا اللي هو المنتخب التنزاني. وخير دليل فقط يعني المباراه اللي كانت في كاس العالم، فشفنا المنتخب التنزاني كيف كان متراجع دفاعيا، وكذلك يعني في جميع المباريات اللي كان كياخذها ضد المنتخبات اللي هي كتعتبر من تصنيف الف افريقيا، فكان كيلعب مع تنظيم دفاعي اللي هو متاخر. هادشي شنو كيعطينا؟ كيعطينا لان اللاعبين ديال المنتخب المغربي فاش غيكونوا كيخرجوا الكره غيكونوا متواجدين في المنطقه ديال المنتخب التنزاني، وهادشي ماشي اول مره. فحتى في المباراه الافتتاحيه كان على المنتخب المستحوذ اللي هو ساحل لاج، وكانوا جوج اللاعبين ديالو ولا 10 لاعبين ديالو كانوا في المنطقه ديال المنتخب ديال غينيا بيساو، وكذلك في المباراه ديال المنتخب المصري كنا كنشوفوا ان 10 لاعبين كانوا في المنطقه ديال المنتخب الموزمبيقي، وبل تقلب الدفاع اللي كيخرجوا الكره كاينين في المنطقه ديال المنتخب الموزمبيقي. فبما اننا مجبرون باش اننا نديروا اللعب ضد المنتخب التنزاني، هنا خصنا نكونوا رادين بالنا من الانتقالات ديال الخصم، يعني اذا ضاعت لنا الكره خصنا نكونوا رادين البال من التحولات ديال الخصم، كذلك خصنا نكونوا رادين البال من البناء ديالنا ومن التمريرات ديالنا خصهم يكونوا صحاح، لانه هنا نقدروا نجيبوا المثال ديال ساحل العاج اللي كان كيخطا في البناء ضد غينيا بيساو، وكانوا كيعطيونا هادشي فرص بالنسبه لغينيا بيساو اللي هما محققين باش انهم يسماركاو على ساحل العاج، فقط الحظ وكذلك التألق ديال الحارس اللي خلى على ان ساحل العاج ما استقبلش بزاف ديال الاهداف، وهنا عاوتاني الا استقبلت اي هدف من هاد النقط هذه فانا غندخلوا في مثال اخر اللي هو خاص بالمنتخب المصري، اللي مثلا فاش تعملت على الريمونتادا وغادي نتكلموا عليها، فاش تعملت على الريمونتادا لقى صعوبه باش انه يرجع في الماتش من بعد ما ان الخصم سد عليه، وبالتالي هنا لقى صعوبه باش انه يرجع في الماتش، جرب التسديد من بعيد، جرب بزاف ديال الحلول، كيفاش ماركا في الدقيقه الاخيره من الوقت القاتل بضربه جزاء اللي فيها الحظ نوعا ما باش انهم جاوا ديك ضربه الجزاء. وبلا ما نمشيو بعيد، نرجعوا للماتش الاول اللي كان ضد المنتخب التنزاني اللي كنا حصلنا فيه على ضربه جزاء اللي كانت جات في الدقيقه 2:30 ثانيه، اذا هنا ضيعنا فرصه اللي هي محققه للتسجيل. اذا فوقاش ماركينا من بعد 25 دقيقه عاد ديك الساعه ماركينا التسديده ديال حكيم زياش اللي كتسمى بحل الفاضي مع حكيم زياش، وشوفوا التكتل الدفاعي ديال الخصم. اذا ما كانش عندنا حل باش انا ماركيو، ماركينا بحل فردي اللي كان فيه نوعا ما من الحظ، والحظ ماشي دائما كيكون معك. سديده كانت مؤطره وحتى ارضيه الملعب كانت ساهمت فيها باش انها تماركات، وبالتالي قدرنا اننا نحلوا الشفره ديال المنتخب التنزاني فقط بالهدف الاول. اذا هنا شحال الوقت دازت 25 دقيقه باش يلا ماركينا الهدف الاول اللي كان عن طريق كحل فردي. هنا اذا جينا نشوفوا الكوت ديفوار وكذلك مصر كنلقاهم باللي انهم استغلوا اول فرصه تحت لهم في الماتش، ولكن هنا كاين جوج ديال الاختلافات ما بين منتخب اللي استغل اول فرصه في الماتش وقدر على انه يربح بجوج زيرو، وما بين منتخب اللي استغل اول فرصه في الماتش ولكن خسر تعادل عفوا في الماتش بجوج لجوج ضد منتخب غير مرشح، وكذلك يعني كان قادر على انه ينهزم في هذا الماتش هذا. فاول استنتاج بعدا هو انه خصنا نماركيو من انصاف الفرص كما دارت الكوت ديفوار كما دارت ساحل العاج، ولكن هنا كيفاش النتائج يعني بجوج بهم مختلفتين، والنتيجه ديال مصر سلبيه والنتيجه ديال ساحل العاج ايجابيه. هنا الامر كيرجع الى طريقه تدبير المباراه. هنا غادي نشوفوا الطريقه اللي دبرت بها منتخب مصر المباراه، والطريقه كذلك اللي سير بها المنتخب الايفواري المباراه. هنا في نفس اللقطه اللي كما كتشوفوا في الشاشه كنشوفوا ان الدقيقه 42 على المنتخب المصري متراجع، وكنلقاو بلي انه حنا حفز المنتخب الموزمبيقي باش انه يدير اللعب، خلاهم هادشي يحصلوا على مجموعه من المحاولات منها هذه اللي كانت موراها مباشره في الدقيقه 42 كره خطيره بالنسبه لمحمد صلاح لعلى الدب الاحمر، ولا اللقطه هذه اللي كانت فرصه خطيره بالنسبه لمصطفى محمد اللي كان تصدى للحارس وكانوا قادر على انهم يماركيو الهدف الثاني من هذه الفرصتين اللي ذكرت. كذلك نفس الطريقه اللي دارها المنتخب الايفواري مثلا هذه كانت الدقيقه 16 الدقيقه 19 كذلك، وهادشي خلاهم على انهم يحصلوا على مجموعه من الفرص من هذه الفرصه هذه، ولا كذلك هذه الفرصه هذه وهذه الفرصه هذو كاملين انتهوا بمحاولات خطيره تصدى لهم الحارس. فهنا كانت حاجه مماثله بالنسبه للمنتخب المصري ولا للمنتخب الايفواري، كانت نفس النقطه وبجوج بهم ما استغلوش يعني هذه الفرصه هذو اللي تاحوا لهم في الشوط الاولاني. مثلا المنتخب المصري يكون ماركا هذه الفرصه هذو كان غادي يدخل في الشوط الثاني مرتاح، ولكن هنا الطريقه اللي دخل بها في الشوط الثاني دخل بريتم اخر، دخل متراجع وكذلك غلبات على واحد النقطه هو التسيير البدني للماتش، يعني التسيير ديال المجهود البدني بالنسبه للاعبين، وهذا المعطى واخده المنتخب المغربي بعين الاعتبار، خصوصا ان الرطوبه مثلا غادي تكون واصله في الماتش ديال غدا 81% وغتكون كتراوح ما بين 76% كذلك 85% ولكن عندي ثقه في اللاعبين، اللاعبين اللي ذو المستوى العالي ذو تكوين عالي ديال المنتخب المغربي، كذلك ستاف
عنده تجربه في كاس العالم، لاعبين اللي عارفين كيفاش يصيروا المجهود البديل راسهم. فهنا نرجعوا للمسار اللي بدات كنجري الدقائق المتبقيه من المباراه في البدايه ديال الشوط الثاني. اذا هنا كنتمارك عليهم هذا الهدف، هذا اللي تكلمنا على الهدف هذا البارح، كنا درنا لواحد التحليل وكنتمارك عليهم. اذا هنا شنو طالع؟ طالع ان مصر غادي ترجع من جديد الى حاله ديال الاستحواذ وغتكب على المنتخب الموزمبيقي. شنو طلع هادشي؟ عطانا افتكاك ديال الكره بالنسبه للمنتخب الموزمبيقي، مراجعه تحول هجومي بالنسبه للمنتخب الموزمبيقي كذلك، وهنا جا الهدف الثاني بالنسبه للموزمبيق. اذا هنا المنتخب المصري يرجع الى حاله ديال الاستحواذ باش انه يماركي الهدف الثاني، بالضبط تمارك عليه تمارك عليه، وهنا ملي تمارك عليه صدق حاصل في ريمونتادا اللي صدرت عليه. هنا عاوتاني يرجع الى حاله ديال الاستحواذ، ومن جديد غادي يبقى يسارع دقائق المباراه من اجل التسجيل. وشفتوا الماتش بعينيكم، قدروا انه يماركيو الدقيقه الاخرى بفعل الحظ، والكره ضربت لهم في بوطو اضافه الدقيقه 76. مجموعه من السيناريوهات الممكنه اللي تقدر توقع في هذا الكندي، ومجموعه من المباريات اللي كتعطيونا بزاف ديال الظروف. فانا اذا جينا نشوفوا المنتخب الايفواري كيف دخل في الشوط الثاني، دخل بالنفس اللي دخل به في الشوط الاول. اذا انت ارتحيتي ما بين الشوطين، ادخل الشوط الثاني بنفس اخر، وعندك 15 دقيقه بالحساب ما بين دقيقه 45 حتى دقيقه 60 اللي غادي دير فيها التغيير، وغادي تطعم الفرقه بدماء جديده. دقيقه 45 غتدخل وانت تكمل في الاستحواذ ديالك بحال ما ماركيتيش الهدف الاول ديالك. اذا جاهم الهدف دقيقه 57 والدقيقه 60 كما كتشوف في الشاشه، لان المدرب اقحم تغييرات جديده اللي غادي تطعم الفرقه. وديك الساعه بما انك متفوق بنتيجه ديال 2-0، وغيكون عندك بزاف ديال الخيارات باش انك تجري الماتش ديالك كيف بغيتي، ونقدروا نرجعوا للماتش اللي كان كيتشمع بين المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني في الماتش الاول، وغادي تشوفوا وليد الركراكي من بعد النتيجه ديال 2-0 كيفاش كان جرى الماتش ديالو. خصنا نردوا بالنا كذلك حتى من الضغط العالي، بحال مثلا هذه لقطه ضد تنزانيا كتوضع واحد المشكله، هنا كنا كنضغطوا وهنا وقع واحد الممر ما بين امين عدلي وكذلك امين حارث، الكره دازت فيه، وملي دازت فيه الكره فبالتالي كملت الكره بالنسبه للمنتخب ديال تنزانيا. لقطه بحال طرات بالنسبه لساحل العاج، هنا ساحل العاج كان كيضغط، الكره دازت ذلك الممر، وهنا ذاك اللاعب اللي خرج باش انه يتدخل خسر النزال الارضي، والكره كملت بالنسبه لغينيا بيساو. حتى في الودية اللي كانت كتجمع بين المنتخب التنزاني وكذلك المنتخب ديال مصر، وشفنا داكشي في الفيديو اللي كان متعلق بديك الودية اللي كانت لعبت قبل كان بأيام. فهجوميا عندنا الأسلحة ديالنا، ما عندناش مناش نخافو، بحال مثلا هذه لقطة ضد المنتخب المصري كنشوفو على أن محمد صلاح غادي يدخل إلى الداخل، وهنا كيجور مع داك اللاعب اللي لابس الدوبل الأزرق، وهنا كيخلي مساحة وكيمشي يعمر فيها الظهير المصري كما كتشوفو تما. طرات كذلك حتى مع المنتخب المغربي كما كتشوفوا، امين عدلي غادي يدخل الى الداخل، غادي يجر مع داك اللاعب على الضوء الازرق، وهنا النصر المزراوي كيمشي عمر ديك المساحه اللي كتخوها كامله. اذا هنا جوج لقطات اللي هما بحال بحال، وهذه فقط باش نوضح بانهم عندهم مشاكل وكاين بزاف ديال الحلول باش اننا نخترقهم، ما عندناش مناش نخافوا هجوميا، عندنا بزاف ديال الاسلحه اللي وضحناهم في الفيديوهات السابقه. بروح المجموعه قادر لاننا نحققوا نتيجه اللي غتكون ايجابيه ان شاء الله. كرس مجموعة من النقاط اللي منا خصنا نردو من البال، أولا خصنا نستغلو أنصاف الفرص كما قلت سابقا، كذلك خصنا نردو البال من التحولات العكسية ديال الخصم، كذلك خصنا نردو البال من أخطاء في التمرير بحال مثلا هذه الكرة اللي كنا كنخرجو فيها الكرة، وهنا تقطعت لنا الكرة وكانت محاولة خطيرة علينا كما شرحت في اللقطات السابقة اللي كانت خاصة بساحل العاج. إذا خصنا نردو البال من مجموعة من الأشياء، وخصنا نعرفو أننا نجريو الماتش، لأن أكبر عامل اللي كان مهم في ثلاث مباريات خصوصا حتى في التعادل ديال الجزائر كان هو التسيير في المباراة. يعني دائما كتلقى الفرقة اللي كقوية هي اللي سباقة التسجيل، ولكن النتيجة والواقع شيء آخر. فغادي نخصص واحد الوقت باش أنني نتكلم على التشكيلة اللي كنت توقعت سابقا، اللي هي هذه 11 لاعب: بونو، أكرد، سايس، عطية الله، حكيمي، أمرابط، أوناهي، أملاح، زياش، نصيري، كذلك سفيان بوفال. هنا بعض الإخوة قالوا لي واش نسيتي أمين حارث وكذلك السيباري. حارث وكذلك السيباري بصراحه ما نسيتهمش، بل في المنظور ديالي لانهم يقدروا يكونوا كبدلاء. علاش؟ لانه حتى وليد الركراكي قرر باش يلعب يعني بجوج صناع لعب، فغادي يكون الخيار ديالو الاول هو انه يكون خنوس بدل املاح ويلعب بهذه الطريقه هذه، وهذا انا استبعد يعني هذا الشكل هذا، يعني في خط الوسط يكون عندنا امرابط والخنوس وكذلك اولاهي، وانا استبعد القضيه هذه، وغادي يكون شويه متوازن وغادي يلعب املاح في هذا المركز هذا، مركز ديال البوكس وبوكس كيعاون دفاعيا وكيساعد هجوميا. فبالنسبه للاخوه اللي كانوا قالوا لي واش نسيتي حارث ولا السيباري، ما نسيتهمش، ولكن اذا عقلتوا الضطيفه اللي كانت اللي كنا لعبنا ضد المنتخب التنزاني ما كانش عندنا اوناهي، وكنت حطيت ذاك الفيديو اللي كان خاص بتوقع التشكيله كنت جبتها صحيحه، كنت حطيت هذا الشكل هذا في الاول كاع، حطيت هذا الشكل هذا واخا اوناهي ما كانش لاعب وحطيته هكذا، وقلت باللي انه اللاعب اللي عندنا غير متاح في خط الوسط هو اوناهي، اذا باش غادي نعوضه اول خيار عندنا هو امين حارث. لعبنا بهذا الشكل هذا، وفي الماتش اللي كان غير متلفز ضد السيراليون كان لعب زياش كاساسي،
وما عرف ما عرفتش علاش خرجوا، يمكن على حسب الجاهزيه ولا يمكن على حسب ما بغاش يغامر به ولا شاف التدخلات ديال الخصم خشينه وبغى يخرجوا، لان زياش قطعه مهمه في المنتخب المغربي، ويمكن على ان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هذه النقطه هذه، ولكن ماشي قطعه مهمه، بزاف ديال المرات ما كنلقاوش الحلول وكيكون زياش هو صاحب الحلول. اذا هنا شنو كان دار؟ كان غير زياش بامين حارس وكندخلو كجناح ايمن، وهذه القضيه مزيانه لانه عندنا لاعبين بوليفالون. فانا كنشوف التشكيله الاساسيه 11 ماشي نسيتهم، بل انا كنت كنهضر على التشكيله 11، اما البدلاء فكتكون عندها علاقه بالمجريات، هي انه غادي يكون عندنا زياش في الجهه اليمنى، كاين بعض الناس اللي كتتكلم على الجاهزيه، ولكن انا كنشوف بلي وليد الركراكي قادر انه يخرج منه نسخه رهيبه فهاد كاس افريقيا هذه، خصوصا الناس قدرت تكون الاخيره الحكيم زياش، وصعيبه لانه بلاعب اللي هو قطعه مهمه في المنتخب المغربي ما تلعبوش في اول ماتش في دور المجموعات. انا كنتوقع على انه في هذا الماتش اللي غيكون غدا، لانه التشكيله غادي تكون عندنا بهذا الشكل هذا، غادي يكون عندنا املاح بدل الخنوس، حارث بديل، صيباري بديل، واوراق مهمه بالنسبه للمنتخب المغربي. الخنوس كذلك يقدر يكون كورقه رابحه كذلك بلس اوناحي، واوناحي غادي يكون اساسي بهذا الشكل هذا. هنا عطيت الله بعد ما تاكد من الزراعي على انه ما غاديش يكون، فغادي يكون في الجهه اليسرى. على بعض الاخوه اللي كيقولوا بلي الشيبي حتى هو يقدر يلعب، ولكن كنستبعد هذه النقطه هذه في اول ماتش، تقدر تتاح ليه فرصه في الماتش الثالث اذا كنا ربحنا جوج ديال الماتشات، وكتعرفوا ان الماتش الثالث كتكون فرصه للمدرب باش انه يعطي فرصه للاعبين ويدخلوا في التباري وفي المجموعه الى اخره، ويريح بعض اللاعبين واللي عنده الصفراء يحيد الصفراء الى اخره. فشكرا على التتبع ديالكم، نتلاقاو في حلقات مقبله، الى اللقاء.